هايل مرة أخرى الإعادة التوزيع من مفتاح. على ما أعتقد كان فيه دفع على أكسيز من طالح. ركلة جزاء، الكرة من رابع مفتاح في تنفيذية ضربة الجزاء هذه، ويفتتح مجال التسجيل. أول هدف لنصر حسين داي وأول أهداف المباراة وثالث هدف لرابع مفتاح هذا الموسم مع نصر حسين داي. ربما الهدف هذا أو نصر حسين داي نقدر نقول لحد الآن هو ناجح في المباراة لحد الآن، بعدما أغلق وحافظ على نظافة شباكه وعلى منطقته، وكذلك تمكن من تسجيل هدف ربما لا يعكس مجريات المباراة. هدف مقابل صفر لنصر حسين داي أمام شبيبة الصورة عن طريق ربيع مطل الأولى لشبيبة الصورة. هنا نرى الإعادة مرة أخرى، التوزيع كان بالرأس هنا. شوف هنا التوزيع، هل كان فيه خطأ على أحد لاعبي شبيبة الصورة؟ على ما أعتقد بركلة الجزاء هذه حميدي وبنشلف حميدي دايماً حميدي ويعدل النتيجة. حميدي يعدل النتيجة لمصلحة شبيبة الصورة عند الدقيقة 61. حميدي إذن يرد على رابع مفتاح، وشبيبة الصورة زميلي تتمكن من تعديل النتيجة بعد 3 دقائق فقط عن الهدف الأول لمصلحة نصر حسين داي. إذن الآن اهتزت شباك الفريقين، هدف مقابل هدف بين شبيبة الصورة ونصر حسين داي. شوف هنا زميلي بن زرداء حميدي أو الحارس زميلي بن زرداء. نعم مدرب مزيان إنغيل يستعد لإشراك لاعبين هما زيدي حمزة وبن صالح عبد القادر، ربما لإعطاء أكثر فاعلية للهجوم. نعم خاصة لاعب الزيدي هنا من زاوية أخرى ستظهر بوضوح الكرة. التدخل كانت على رجل مهدي درواش. مفتاح ما لعبش الكرة هنا ولعب الرجل، أم أنه بن شلف سيحافظ على التعادل المحقق لحد الآن من نصر حسين داي. حميدي وبن شلف مرة أخرى، حميدي مرة أخرى والهدف الثاني لشبيبة الصورة. حميدي يمنح الأسبقية ويمنح التقدم لشبيبة الصورة. هذا المرة حميدي لعبها في الجهة الأخرى في الجهة المعاكسة. بن شلف راح على الجهة اليسرى، حميدي حطها له على اليمين. شوف الإعادة مرة أخرى باليمنى، يحطها في الجهة المعاكسة اللي راح فيها الحارس بن شلف، والهدف الثاني لشبيبة الصورة. زميلي بن زرداء نعم عبد الوهاب دخول كل من زيد